من بعد الخروج المبكر ومنذ الدور الأول للمنتخب المغربي في كأس إفريقيا للأمم عام 2000 نيجيريا وغانا، كان الكل يتمنى أن يشوف المنتخب المغربي يعمر الوقت أطول في كان القادم، الكان اللي نظمته مالي عام 2002. المنتخب المغربي كان يشرف عليه آنذاك المدرب البرتغالي كويلو، لكن مخرجات شريمة من عادتها القديمة، دور أول ثم مغادرة مبكرة رفقة أمبرتو كويليو في مجموعة نسبيا كانت سهلة. تعادل الأسود أمام غانا، فازوا بشق الأنفس على بوركينا فاسو، وخسروا بثلاثية نظيفة أمام جنوب إفريقيا دون أن يظهروا أي مقاومة أو رغبة في الفوز. خيبة أمل كبيرة للاعبين كبار كتبوا تاريخ كرة القدم المغربية، أمثال باسير، شيبو، كاماتشو وآخرون، واللي شاركوا في مالي في آخر كأس إفريقيا للأمم في مشوارهم الكروي.